تداولوا واش بحالو بحال لا بورس. دونك عدد كبير من الاسئله اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها، سي انفورماسيون حتى بالنسبه ليا مع المتخصصين في هذا المجال، دي جون سابقين الوقت ديالهم، دي جون اللي قروا انهم يدخلوا واحد لو دومين اللي بزاف الناس ما فاهمينوش، والا فهمناه ممكن يكون ان دومين واعد بزاف، ياك. دونك معايا زيد، اسامه واميمه، مرحبا بكم. شكرا لكم على الاستجابه للدعوه ديال البرنامج واش فهمتونا. من خلالكم اليوم غادي نحاولوا نفهموا بزاف ديال الحويجات، من بينها السؤال الاول اللي هو شنو هو التداول؟ ملي تنقولوا التداول والتريدينغ شكون غادي يجاوبني؟ الوغ التداول هو واحد المجال اللي كتتم فيه المنتظره، فالمجال ديال التداول الناس ربطوه بزاف في الاسواق الماليه، مي راه المعنى ديال التداول هو المنتظره، يعني هو البيع والشراء. فاحنا كمتداولين كنقوموا بالمنتظره بحال الناس اللي كيكونوا البقاله، بحال الناس اللي كيبيعوا خضره في السوق، بحال جميع الناس اللي كيقوموا بالمنتظره. مي حنا الكلمه ديال التداول تشهرات اولا تربطات مع الناس اللي كيديروا التداول في الاسواق الماليه على اساس دوك الادوات الماليه اللي حنا كنتداولوا فيهم. فحنا كنتداولوا في مجموعه من الادوات الماليه، منهم الادوات اللي كيكونوا فيهم كوموديتيز او السلع، منهم العملات المركزيه، منهم كذلك العملات الرقميه، ايضا كاينين المؤشرات اللي كنتداولوا فيهم. فكاينين مجموعه ديال الادوات اللي حنايا كنتداولوا فيهم او الاسواق الماليه اللي حنا كنتداولوا فيهم. هادشي اللي خلى هاد الكلمه ديال تريدين او التداول تربط فقط بالاسواق الماليه، ولكن المعنى ديالها هو التداول او لا هو المتجره بصفه عامه. اذا هاد المتجره هذه ربما ماشي مهنه اللي جديده، هي مهنه اللي كانت موجوده كيف ما قلتي في الاسواق الماليه، واللي ولا جديد هو انه اي شخص اليوم قادر انه يفتح حساب وانه يتداول وانه يتاجر يبيع ويشري في المواد اللي تكلمتي عليها. دونك شنو اللي جديد باش نفهموا الناس بانه هذه ماشي شي حاجه جديده، هذه شي حاجه كانت قديمه، وشنو اللي تغير فيها؟ دونك هو اللي جديد في التداول هي انه ولات عندك واحد الفليكسيبيليتي. دونك تقدر انك تحرك شحال هذيك كنتي كضرب واحد الكوستيم، كتمشي مثلا كنقولوا مثلا اكزومبل ديال امريكان، كتمشي لوستريش ان كوستار ديالك، بزاف ديال لي تيليفون، بزاف ديال ليزيكخون دايرين بك. دونك لافونتاج اللي عندك دابا هو انك تقدر ديهم لما كنتي، عندك واحد لافليكسيبيليتي، تقدر تكون باقي في داركم تاخذ البيتي ديجوني ديالك وتبقى تخيدي نورمال، شحال هادي ما كانش عندك الفليكسيبيليتي. هادشي اللي سيتي ان دومين اللي ماشي اي واحد كيديرو، هذا واحد لو بوان كنركز عليه بزاف، هو ان دابا عندك واحد الفليكسيبيليتي ديال لو طون تقدر تكون فوق ما بغيتي، اي بوي ديال لوندغوا حتى هو، دونك في داركم تقدر تكون مثلا اون بالاد كما بغيتي. تخي بيان. دونك اميمه اللي تيتقال اليوم هو انه اي واحد عنده شويه ديال الفلوس يدير واحد لا فورماسيون صغيره ويقدر يربح بزاف ديال الفلوس. اسكو سي فري؟ هذا الخبر هو اللي شائع ولكن غير صحيح، ماشي صحيح، حيت الواحد فاش يلا كيدير الخطوه الاولى في الميدان خاصو ياخذ الوقت ديالو في التعلم. التعلم كنقصد به انه يبحث، يقلب، يكتسب، ياخذ النصائح من عند الناس اللي فايتينو في ليكسبيريونس. من بعد يدوز المرحله الثانيه هي ديال التدريب، انه يبراتيكي داكشي اللي تعلمو، ياخذ وقته في التدريب، حيت ديجا التداول واحد المجال اللي ما نقدرش نقول لك انك غادي تعلم غادي تعلمو في 3 موا ولا 4 موا ولا يعني سا ديبون كل واحد ولي زونكاجمون ديالو، ولكن كيبغي ياخذ يحاول يانغيشي المايند سيت ديالو وياخذ وقته في التعلم، من بعد يدوز للتدريب، من بعد يكتسب المهاره ديال الانضباط، يعني داكشي اللي تعلمو يحاول انه يلتزم بالانضباط باش يبقى مفوكسي على داك المسار ديالو ديال التعلم الا بغى يوصل في الدومين ويحقق دي زوبجيكتيف مزيانين في الميدان. تري بيان. دونك عدد كبير من الناس وسي عندهم خلط ما بين العملات الرقميه وما بين التريدينغ. دونك تيقول لك لا انا غادي نشري العملات الرقميه باش غادي نربح فلوس باسكو غادي نعاود فيهم اكسيتيرا. اي دونك اللي فهمت من عندكم وسي وانه كاين بزاف ديال الاسواق وهذا غير جزء بسيط من الاشياء اللي ممكن انكم تجروا فيها. بالنسبه للاسواق الماليه خاصه سوق ديال الكريبتو، فالفكره اللي عند الناس هو انني غادي نجي نسير واحد العمله غنحط فيها واحد شويه ديال الفلوس ولا واحد البركه ديال الفلوس، اي غادي نتسنى من عندها واحد العائد كبير. دونك هنا الناس كيخلطوا بين التداول والاستثمار، التداول حاجه والاستثمار حاجه. فانت في التداول كتقوم بالمتاجره، يعني انت اللي كتقوم بديك المتاجره كتخدم فيها، ضروري خصك تكون انت اللي كتقوم بالعامل ديال البيع والشراء زائد العامل ديال لي زاناليز او التحليل اللي كتقوم به سواء تكنيك او لا فوندامونتال، يعني سواء لي زاناليز اللي كيكونوا بشكل فني او لا بشكل اساسي اللي كيكون كيعتمد على ليكونومي والدراسه ديال البيانات. فالاستثمار هو حاجه اخرى، هو انك كتقوم بالشراء ديال الاصل ديال هذيك العمله او الاصل ديال ديك السلعه او الاصل ديال ديك الحاجه المعينه اللي نتايا كتستثمر فيها،
وكتولي تملكها، ومن بعد ملي كتطلع القيمه ديالها ولا كيطلع الثمن ديالها كتقوم بالبيع ديالها. فهنا فين كتقوم نتايا بالربح، اولا هنايا فين كتوصل للمرحله ديال الربح. فهذا هو الفرق بين التداول والاستثمار. التداول المتزارة، اما الاستثمار فانت كتاخذ الاصل ديال ديك حاجه وكتسنى من عندها العائد الاستثماري ديالها. ما يقال ايضا دائما حنا نصحح المفاهيم، انا بعض الناس يقول لك هادشي اللي تديرو مدير بحال القمر، معنى انه تتحط فيه فلوس تقدر تربح تقدر ما تربحش، دونك شنو الفرق؟ دونك تو دابور الفرق ان عندك في القمر كي اناليز دابور، في التريدينغ عندك بليزيور فاكتور plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc, أولاً عندك l'analyse graphique ديالك ولا التحليل التقني. التحليل التقني tout ce qui concerne le graph. Donc le graph بوحدو عنده التحليل ديالو. الجانب الثاني fondamental ولا شنو هو أساسي. Donc كتكون على دراية بالأخبار les annonces économiques كاملين. Donc كتكون عندك واحد التوجه في الاناليز ديالك. الجامبلينغ حاجه اخرى ولا القمار حاجه اخرى. القمار كتلوح فلوس كامله يا غير تدوبلو غيمشي لك. التريدينغ لا، التريدينغ كيكون عندك ان سيغتان كابيتال وهذاك الكابيتال تيسي دو فيغ ان بورسونتاج افيك، هذيك لا مارج بينيفيسيار ديالك. القمار لا كيما قلت لك كتدخل لو تو بور لو تو وكيمشي. التريدينغ سي با لا ميم شوز. تري بيان، دونك لي سينيو كي اوسي في لو فوكابولير اللي تخدموا به، راه ملي تنهضروا على لي سينيو تنهضروا على هذيك لا كورب، شنو تيطلع شنو تينزل، تيكونوا بلوزيور. دونك ديغيير فو اوسي تنشوف لا كورب افيك بوكو دو شيفر، دونك سا سي دو شينوا بالنسبه لنا. شنو تتقراو شنو كديشيفريو في هذاك الشيء باش تقدروا غير المون تعرفوا واش تبيعوا واش تشريوا؟ بون ديجا في الفوكابولير فاش واحد يلاه كيبدا يتعلم في الدومين خاصو يدوز من واحد لا فاز ديال انه يتعلم كيفاش يقرا الجرافيك، كيفاش يقرا هذوك مثلا انت كتشوف كام موفمون تحركات ديال السعر غاديين كيتحركوا غادي طالع نازل غادي طالع نازل. انت فاش كتبدا لا فورماسيون كتقرا ديجا الفوكابولير ديال داك المارشي، كتعرف دوك لي بوجي شنو السبب اللي تيحركهم لي زوبسيون لي زانديكاتور شحال من حاجه انت ديجا كتعلمها. دونك حنا كاملين تقريبا في الاول كان كيبان لنا سي كو دي شينوا ما كنا كنفهموا والو، ما ايتاب باغ ايتاب ملي كتبدا تعلم دونك صافي داكشي كتبدا توضح لك الامور، كيضح لك الجرافيك كتولي عارف كيفاش كتدخل المارشي عارف شنو هذا شنو كيعني هذا شنو كيعني هذا. دونك هي واحد الاضافه هو ان هذوك لي غراف بالنسبه لينا حنا متداولين كيتعتبر لغه، فبحال اللي كتكون نتايا مثلا كتسمع بالهيروغليفيه ولا باللغه الفرعونيه فهي كتكون من الرموز، فهذوك لي غراف بالنسبه لينا حنايا اللغه كتقرا ديك اللغه باش كيتحرك بها السعر، لان الا قريتي ديك اللغه باش كيتحرك بها السعر فانت هنا كتفهم السيكولوجيا اللي كيتحركوا بها هاد الاسواق الماليه. يعني باش تعرف انت السوق واش غادي يكون في واحد الموفمون ولا واحد الحركه صعوديه ولا نزوليه الا ما كنتيش قاري ديك اللغه اللي كيتحرك بها السعر. تري بيان، دونك هذا كيعني ايضا بانه اي شخص بغى يتعاطى لهذا المجال هذا خصو اون فورماسيون، خصو ما يمكنش انه يقول وي الناس تيربحوا سي فاسيل انني نربح. دونك اجي حتى انايا نجرب الحظ ديالي باسكو هادشي ما فيهش الحظ، هادشي فيه بلوس سي دو لا سيونس سي دو لاناليز. ومن بعد الا كنتي فاهم فين حطيتي فلوسك وفين غادي دونك راه عارف شحال تقدر تربح شنو هو لو بورسونتاج اللي تقدر تربح. كيفاش كل يوضح ليا شويه هاد لا فيزيون هاد القضيه هادي؟ رجع التسويق السيء كاولا انا الدومين كندخل تريدينغ صافي مليون دولار في النهار الاول، هادي فكره اللي مغلوطه بزاف بزاف ديال الناس كيدخلوا التريدينغ عند بالو غادي يدخل صافي مليون دولار غتغنى، ما كاينش اوفر نايت ساكسس في التريدينغ. التريدينغ كتعملو بحال اي بيزنس، كاي بيزنس كتبدا ولا بيغ ديالك في الدومين كتشوفها كواحد لا شارج، مثلا عندك كانوتر بيزنس مثلا عندك لو ترونسبور بزاف الحوايج هذوك سي دي شارج. التريدينغ خاص تشوف لا بيغ نفس الحاجه، شي حاجه اللي ما كيديروهاش المغاربه كيشوف امباكت صافي الدومين فيه ميدا الحيط. دونك لو بوان ديال لانفورماسيون هو ان قبل ما تدخل الدومين خاصك تركز على هاد لو بوانيت انك تكون في راسك، ماشي مع دخول صافي ندير فلوس، لا كتركز على التكوين ديالك اون بروميي ليو. اون دوزيام ليو قرا بزاف كيقول لك ليدرس على راس التريدينغ راه مزيان عليك. اي بوي فوالا تو كونسوم الكونتنت بزاف، تكونسومي الكونتنت وتبراكتيسي شنو تعلمتي، شنو كتعلمو خاصك ديما تبراكتيسي في لو مارشي، ترجع ليستوريك المارشي تخدم فيه شنو تعلمتي هكا في لو مارشي ديريكت راه عندك درايه وعارف مسبقا انك يكونوا دي موفمون اللي تعرفهم. دونك هذه قلت لك لا موفيز ريبيوتاسيون وشنو هو فريمون تريدينغ. بالنسبه للكونتي ديال الربح او لا بروفيت، فحنايا في تريدينغ كنتعاملوا مع هذا المجال هذا كبيزنس. يعني انت كتريدر اول حاجه خص تكون عندك المايند سيت ديال لونتربرونور، المايند سيت ديال بيزنس مان، لانك انت عندك واحد الحساب، هذاك الحساب كيتعتبر واحد المشروع خاصك تنميه خاصك تخدم عليه وخاصك تكبره. فاول حاجه كيقراوها الناس في البيزنس هي الماناجمنت ولي ستاتستيك.
فهادو من اهم الحوايج اللي كنحتاجوهم حنايا في مجال التداول هي الماناجمنت ولي ستاتستيك. الماناجمنت باش كتعلم انك تجيري لي ريسك اللي نتايا كتدخل فيهم، وكذلك تجيري الكابيتال اولا البالونس اللي نتايا عندك في المارشي اللي نتايا كتداول فيه ولا الاسواق الماليه اللي نتايا كتداول فيهم. اي لي ستاتستيك باش كدير الاحصاءات على الحساب ديالك باش كتعرف انت فين غادي في ديك البيريود، واش انت كتربح فيها اولا كتخسر فيها. اي اون بليس كتكون عندك معرفه على نتايا فين واصل في المجال ديالك وشنو هو الانتاج اللي نتايا كتقوم به. تري بيان. دونك الموضوع الاخر ربما اللي غنتكلموا عليه وعطفا على اللي جاء على لسانك زايد، هو انه عدد كبير من الناس داخل لي ريزو سوسيو تيحاولوا يوعدوا اشخاص اخرين عندهم رغبه في انهم يتعطاوا المجال ديال التريدينغ، باش كيقولوا لهم ايكوتي غادي تعطيونا واحد المبلغ مالي، غادي نعطيكم واحد لي سينيو، غادي تتبعوهم وغادي تدوبليو ولا تريبليو ولا تكادريبليو الثمن اللي عطيتينا او الفلوس اللي عطيتيونا. الى اي مدى هاد الهضره هادي صحيحه ولا دو لاغناك؟ دونك اول حاجه اون سكي كونسيرن لي سيرفيس لي سينيو، اي واحد غادي يقول كنوعدك بان سيغتان بينيفيس هرب، سي اون لاغناك كي بيغ. دوزيام شوز بو ديتيكتي اون اوتر لاغناك، سي كيوريك الماتيريال بزاف، كيبغي يسوق لك واحد الصوره اللي هو فيها باش انت تبروجيتي راسك في ديك الصوره وتقول غندير بحالو كتدخل، وهنا فين كاينه لاغناك. شنو كنكونسيو ديما الناس هو انك نتايا دير ديالك، تعلم دير تا بروبر اناليز طون بروبر موني مانجمنت، تفورجي اون بون بيرسوناليتي في لو تريدينغ ديالك ولا ان بون مايند سيت في التريدينغ ديالك، باش هكا كتكون ما كتسناش ديما واحد لا سورس كتعطيك، صافي كتعلم انك تعول على راسك. دونك وسيرفي لي سينو حتى هو فيه وفيه، كاين اللي وي كاين كاين دي بارتاج د انفستيسمون اي لي سبيسياليست في هادشي يعطيك دي بون بريز دو بوزيسيون، مي با بور لونتون، خاصك ان سيغتان تون خاصك دير انت ديالك. وكاين بيان سور لي زارناك كيما قلت لك، لاغناك افيك بزاف د الماتيريال، كيقول لك لو ماتيريال فيلا بيسين ديك ديك لي ماتيريال اللي باينين، باش انت صافي كتقول انا غنولي بحال هذا او بو دان جور، وكيعطيك كيلعب لك على لو فاكتور دو طون، واخا دونك كيكون عندك واحد لو فاكتور دو طون كيلعب لك لا سيمانه سبع ايام 50 دي فلوس سي كيفو. اي واحد لعب لك على لو طون قال لك في خمس ايام اي حاجه دوالك على الفلوس. تري بيان. واحد الحاجه بغيت نضيفها كذلك هي ان في تريدين راه كاينين بزاف ديال لي بروفيل ديال الناس اللي تريدر ولا الناس اللي كيخدموا في هذا الدومين. كاينين الناس اللي كيتعتبروا محللين اساسيين اللي كيكونوا كيديروا التحليل ديال البيانات او التحليل اللي كيقوم على الاقتصاد. فهاد النوع هذا ما كيكونش كيقوم بالتحليل ديال لي زانز تكنيك او التحليل الفني اللي كيكون قائم او لا كيكون كديروا على الغراف او لا على هذاك الميبيان اللي كيكون قدامك. فهاد النوع هذا ديال الناس هما اللي كيقدموا توصيات اللي كيكونوا كياخذوها المستثمرين باش كيحددوا الفرص الاستثماريه ديالهم. كذلك كاين نوع اخر اللي هو المحللين التقنيين، وهاد المحللين التقنيين كذلك بداتهم كيقوموا بنفس الدور، غير هو الفرق بيناتهم هو ان هاد المحللين التقنيين هما الناس اللي كيكونوا متخصصين في الدراسه والتحليل ديال هذاك الميبيان السعري، وكذلك حتى هما كيقوموا بالدراسه ديالهم التحليل ديالهم باش يحددوا لك الفرص اللي تقدر تقوم بهم في المتجاره. فهذا هو الفرق بين هاد الناس هادو اللي كيكونوا دي بروفيل في تريدين والناس الاخرين اللي كيبيعوا دي سينيو. وميمه غادي نهضروا ايضا على بعض الشركات الاجنبيه اللي كتقترح دي تيست على اي شخص عنده رغبه في التداول. دونك كنعتقد بانه ما يقال انه هاد الناس اللي بغاو يديروا هاد لو تيست خصهم يخلصوا واحد المبلغ، اي دونك قدروا انهم يحققوا لوبجيكتيف، دونك تيكون عندهم حساب وتيقدروا يخدموا مع هاد الشركات هادو. الى ما حققوش لوبجيكتيف تيمشي، وما اكثر الناس اللي ما تيحققوش لوبجيكتيف وتيمشيو ليهم الفلوس ديالهم. الوغ شنو هما المقومات ديال الشخص اللي ممكن يمشي يدوز هذاك لو تيست؟ بالنسبه لاي واحد كيفكر انه يدوز تيست عند شركه تمويل، اولا قبل طبيعه الحال خاصو يدوز ديك لافاز ديال لابرونتيساج، يتعلم مزيان ملي يحس بان المهاره ديالو كتسمح ليه انه يدخل الاسواق الماليه ويدوز واحد لو تيست. حيت لو تيست كيفاش كيكون؟ بحال واحد الكونكور، انت كتخلص واحد لو كونكور كتمتحن فيه دوك المهارات ديالك، كيعطوك واحد لي كونديسيون واحد الشروط كتبعهم. الا عرفوك بانك كتعرف كيفاش تمانجي داك المونطون اللي عطاوك، فوالا راه كيعطيوك السيرتيفيكا ديالك، نجحتي في لو تيست كيعطيوك سيرتيفيكا تمويل ديالك وكونطرا بيناتكم. ما قدرتيش انك تحقق واحد الشرط من هذوك الشروط اللي عاطينك، هنا فين الاغلبيه ما تينجحوش في لو تيست. والمشكل كنظن راجع لعدم التعلم، حيت الناس ما كياخذوش الوقت ديالهم بزاف في التدريب وفي التعلم. كتلقى الواحد يلاه دار الخطوه الاولى في الدومين ما كملاش شهر اولا شهرين دغيا كيخلص تيست، وهذا كنظن بان غلط كبير الواحد يديرو، حيت كيف سبقنا قلنا ان الدومين ماشي سهل، الدومين خاصو واحد البيريود طويله في التعلم،
واحد يحاول يستثمر وقته في التعلم ما خسر حتى شي حاجه. الا بغى الا فريمون بغى نتائج مزيانه في الدومين ويلقى دي بون ريزولطا فخاصو يستثمر وقته في التعلم. واضح. الان السؤال اللي ربما الكل كيتسنى فيه هو واش بالفعل تريدر ناجح تيدخل بزاف ديال الفلوس؟ اوكي دونك بالنسبه لهاد الكيسيون اول حاجه خصنا نجاوب عليها هو شنو هو الكونسيبت ديال التداول. فالكونسيبت ديال التداول هو قائم على انك انت كمتداول كتقوم بالتوظيف المالي. فالهدف ديال المتداول هو يقوم بالتوظيف المالي، هو تيعرف كاينين هاد الشركات ديال التمويل هادو وهما كيحاولوا انهم يمولوك باش توظف لهم الفلوس ديالهم، اي اون بليس هذوك الفلوس ديالهم انت كتاخذ عليهم دي بورسونتاج. فحنايا في مجال التداول كنتعاملوا مع الحسابات سواء حسابات مموله او حسابات خاصه كبيزنس، يعني انت هذوك الحسابات كتكون كتعامل معاهم كواحد المشروع اللي خصو يتسير. فالمشروع باش غادي يتسير كيخصو يكون غادي اولا كتكون كتسيرو بواحد الطريقه اللي كتكون ليغال واحد الطريقه اللي قانونيه، اي اون بليس كتكون متبع واحد القواعد في المانجمنت اولا واحد القواعد في التسيير. فبالنسبه لدوك الارباح اللي كيشوفوا الناس عند المتداولين كارقام كبار، كاينين الناس اللي كيديروا ارقام كبار ولكن راه دوك الارقام الكبار كيكونوا عائد على واحد البالونس او واحد الكابيتال الكبير. فبالنسبه للتداول الارباح راه كتكون كتقوم على واحد لي بورسونتاج اللي حوالي 3% حتى 8% في الشهر من الكابيتال اللي كيكون عندك، يعني ما كيكونوش دوك الارقام خياليه الا واذا كان عندك واحد الكابيتال كبير. يعني هنا فين كيوقعوا مشاكل الناس ملي كيشوفوا دوك الارقام كبار كيحاولوا انهم يديروا بحالهم ولكن الكابيتال ديالهم ما كيسمحش لهم باش انهم يديروا هذوك الارقام بداك البورسونتاج، فكيضطروا انهم يزيدوا في المخاطره ديالهم، الحاجه اللي كتخليهم يخسروا راس المال ديالهم ويخسروا فلوس ديالهم. واضح. الان الاسواق باش نوضحوها، الاسواق اللي تنداولوا فيها ماشي اسواق وطنيه فقط، هي اسواق عالميه وعندها علاقه بجميع ما يشترى ويباع كيف ما قلتي لي. واش ممكن تكلموا على متداول متخصص؟ ومن الاحسن يكون متخصص اكثر من انه يكون تيتداول في جميع المجالات. كما كنا قلنا سابقا تريدينغ في بزاف الاسواق، كتلقى الكوموديتيز، كتلقى اسواق الكريبتو، اسواق ديال لي دوفيز او ما يسمى بالفوركس، وهادي كيوقع واحد الخلط كيقول لك كندخل الفوركس، ما كتدخلش الفوركس انك كتدخل الدومين ديال التداول. الفوركس هو واحد المارشي ما بين المارشيات اللي كاينين في التريدينغ، واخا؟ دونك التخصص ديما تلقى احنا بثلاثه غادي نتفاهموا على التخصص، علاش؟ حيت التخصص كتقرا المارشي وكتقرا لي فوندامونتو ديالو، كتقرا الاساسيات ديالو، كتقرا الموفمون ديال البري ديالو، كتقرا بزاف الحوايج. اما الا بقيتي كتلعب مارشي هنا مارشي هنا مارشي هنا، ديجا الفوكس ديالك كيكون مشتت، ما كديرش لابونونتري ديما، دونك ما كتبقاش انك غادي موجه التركيز ديالك. دونك ديما غادي ننصحوا ان التخصص، شوف لي مارشي اللي كاينين كاملين، تيستي فيهم، شوف وحاول تكومبليهم مع لا بيرسوناليتي ديالك. حيت حتى التريدر يقدر يكون كيدير الاناليز مزيان ولكن الجانب النفسي ما عندوش مزيان، انا يقدر يكون واحد الشخص يطمع، حيت جوج ديال المشاعر كيدخلوا وانت كتخيلي، الشعور ديال الخوف عند الخساره والشعور ديال الطمع فوق التربح. دونك هادو خاصك تخدم انك تخدمهم هما الاولين، تخدم عليهم تفورجيهم مزيان، عاد كدوز ديك الساعه التحليل اللي كيجي اون دوزيام ليو. دونك التخصص كيبقى خيار مزيان. تخي بيان. كاين اضافه اخرى هو ان علاش التخصص؟ هذا سؤال كيتطرح بزاف، لان التخصص هو اللي كيخليك تضبط المجال مزيان، لان التخصص كيخليك انك تدرس البيانات. فما يمكنش نتايا كمتداول ما عرفش تدرس البيانات ديال السوق اللي نتايا خدام فيه، لان الا درستي البيانات ديال السوق اللي نتايا خدام فيه اول حاجه كتعرف السيكولوجيا اللي كيتحرك بها داك السوق، كتعرف شنو هما التاثيرات اللي كيطراو عليه سواء تاثيرات سياسيه ولا تاثيرات اقتصاديه، وكذلك كتعرف التغيرات اللي كيوقعوا فيه. فهاد الشيء علاش التخصص ملي كتكون مركز على سوق واحد فانت كتكون عارف شنو هما التغيرات اللي كيوقعوا على داك السوق، كتكون عارف الازمات اللي كيدوز داك السوق، وكذلك كتكون عارف السيكولوجيا باش كيتحرك، لان انت ديزا درستي البيانات وتابعتيهم. واضح. شكرا لكم بزاف على جميع المعلومات اللي قدمتوها، اكيد بانها كيف ما قلت كانت حلقه عباره على فورماسيون في التداول في التريدينغ، تعلمنا بزاف ديال الحويجات، صححنا بزاف ديال المفاهيم، وفضحنا بزاف ديال التعاملات اللي كتوقع في لي ريزو سوسيو عند اشخاص عندهم سيارات فارهه وعندهم بزاف الفلوس وكيحاولوا انهم ينصبوا على بزاف ديال الناس. فالاكيد اللي ربما غادي نلخصوه هو اون فورماسيون
راها ضروريه باش نقدروا نتعاطاو التداول. وهاد لا فورماسيون ما فيهاش يومين ولا ثلاث ايام، راه فيها سنه او سنه ونص حتى لسنتين. خص المايند سيت يكون قوي ونكونوا فاهمين اكزاكتومون معياش كنتعطاي ومعياش كنتعطاو وفياش كنداولوا. شكرا لكم بزاف زايد اسامه وميمه، بارك الله فيكم، شكرا لكم على جميع المعلومات اللي قدمتوها. غادي نواصلوا برنامج واش فهمتونا مع كوتش كريم. الضيف ديالنا اليوم عنده علاقه بالتريدين، ولكن قبل التريدين تيدار شي حوايج اخرين في اوفلاين. معنا ياسين علوي، مرحبا بك. سي كريم شكرا لك وشكرا على الاستضافه ديالك. ياسين علوي في انترنت مقتوله، الوقت مقتوله، فلوس لي جان كيتحركوا. واش ممكن تعطينا نبدأ على هذا الباركور هذا باش وصلنا لهذا الوقت مقتوله اللي ان توندونس اللي درتيها باش كتوعي لي جان باهميه ديال انهم يخدموا على راسهم؟ ياسين 34 سنة، حائز على ماستر في المانجمنت اندستريال في 2012، دوزت واحد 5 سنين ديال الصلاية، دونك واحد 5 سنين اللي كانت شوية شاقة شوية، ولكن دابا تجيني أنها زوينة، أنها خبرة اللي زوينة تعلمت فيها بزاف الحوايج. بديت لونتربرونيا في 2012، كانت هي البداية الأولى، كان واحد راس المال اللي بسيط بزاف، شحال من واحد يقدر يخلعوا هذاك راس المال اللي كان يولي 2000 درهم. ومسلفها بديت بشركه ديال مبيدات الحشرات هي الاولى، بقيت بشويه دزت لشركه ديال مواد التنظيف، تعرضت لعمليات نصب وقضيت العصا مزيان وشحال، المهم شي حوايج باش تدخل في الديتاي ديالهم. من وراها دزت لي زاميناجمون، يعني التهيئه ديال المنازل والشركات، وبقينا بشويه تنتعلموا الحمد لله، حتى دزنا للدومين ديال العقار، هنا نشوف قاعه ونبنيوها نبيعوا لي زاباطمون والحمد لله. دونك ياسين علوي داز من الاوفلاين مؤخرا الاونلاين، شفنا كيهضر على التريدين، بما ان الموضوع اليوم اللي ناقشوه الشباب على التريدين، علاش هاد لا ترانزيسيون؟ كنت ديما تنفكر علاش ما نديرش شي دومين اللي يكون نقدر نحتاج فيه غير البي سي ونخدم في اي بلاصه في العالم. ديما تنقولها سيدي، انا مثلا بغيت نسافر انا بشهرين، ما نقدرش نبقى حاضر الشونتي، واخا عندنا شاف دو شونتي وهادي، ولكن خاصك ضروري تحضر، خاصك تخلص ديفونيس، المهم بزاف د الحوايج خاصك تحضر ليهم نتايا فيزيكمون. كنت ديما تنقلب على شي دومين تيكون ديسونتاليزي، ما حتى واحد ما يقدر يتحكم فيك لا بالوقت لا بالبلاصه. وقلت نتلاح للدومين ديال التريدين، وبديت معاه بشويه والحمد لله مزيان، مع العلم ان الاستاذ ديالي اللي علمني التريدين هو واحد شاب عنده 18 عام وانا عندي 34 عام. دونك هذا موضوع اخر اللي فيه لابرونتيساج، في انك كدوز من مرحله لمرحله تمشي عند شي واحد اللي كيوصل لك الهدف، يعني فاهم في هذاك الدومين بو امبورت لاج ديالو، المهم انه قادر انه يعلمك واحد الحاجه. وهذه غدوزنا لمرحله اخرى، هو ان الناس اللي كيتفرجوا فينا كاين بعض الاباء والاساتذه ما كيتيقوش في لي جون، داك السن ديالك هو يساوي شكون انت وشنو تقدر دير. وهو السي كريم هذه فكره مغلوطه بزاف. علاش؟ دابا كاين شي واحد تلقى عنده 40 عام، وديك 40 عام دوزا غير في الدار ديالو وفي القهوه، وتشوف واحد الناس عشانو صحابو تمايا هما اللي تيبانو لهم ريفيرونس، ما عمرو هذيك 40 عام كامل دوزا في هذاك السيكتور ولا في هذاك الدار. اما كاين واحد تلقى عنده 18 ولا 19 عام، جال سافر مشى لوروب مشى خدم هنا، يعني واش غنلقى الخبره ديال هذاك مول 40 عام اللي دوزا في الدار مع واحد عنده 18 ولا 17 عام اللي جال وخرج؟ لا مجال للمقارنه. لي جون اللي كيتيقوا فيك كيصيفطوا لك هذوك لي مونطون اللي كيربحوا وكيكتبوا لك ميساجات وتيقول لك ان الوقت مقتول، صافي ديال راه مخدام الوقت وكاين ما يدار. انت من خلال التجربه ديالك معاهم، لان كنعرف انك تهضر معاهم كتخلق معاهم علاقه، داير شويه ديال الريزو مع هاد لي جون هذا، بغينا نعرفوا شنو هما اكثر لي دومين اللي كيتعاودوا عندك في لي ميساج بريفي ديال الناس اللي كيبانوا لك محركين وخدامين مزيان. اول لي دومين اللي خدامين تبارك الله في المغرب لا علاقه بلي دومين ديال 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 الاوفلاين، يعني تنقول الاوفلاين اي حاجه ستعتمد ما تخدمش فيها الديجيتال ولا البيسي ولا الكونيكسيون باش انك تخدم. لي دومين اللي خدامين بزاف وخدامين فيه المغاربه بزاف هو الدومين ديال سي او دي، كاش اون ديليفري، الدفع عند الاستلام. الدومين الثاني اللي توصلوني لي ريزولتا ديالهم تيخدموا فيه الناس هو الدومين ديال التداول، وديروا تبارك الله ارقام خياليه. شكرا جزيلا حيت كنتي معنا اليوم بوضوح تيغاتي، وصلتي الميساج ديالك للشباب. وهذا الهدف من هذا البرنامج هذا، هو اننا نفتحوا واحد ليسباس
الشباب اللي نجحوا في مجالات مختلفه باش ناس اخرين يدوبليكيو هذا الموديل هذا وتكون ان كونتاميناسيون بوزيتيف ونوصلوا ان شاء الله لان البلاد ديالنا تزيد من حسن الى احسن. نتلاقاو في الحلقه الجايه. السلام عليكم.